لتربية الحمام خبرة وموهبة من سنين. لو عايز تعرف أي معلومات عن تربية الحمام بكل أنواعه حتى الأنواع النادرة منه زي نوع الأبلق الأحمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنصبح لكل خطنا حبيبنا في كل مكان. ازيك يا رجاله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى صباح عليكم وعلى كل متابعين، احلى متابعين في الدنيا. النهارده ناخدكم جوله مع بعض في السلكه، تمام؟ هنحمي الحمام، جبنا جهزنا البخاخه وحطينا فيها الدواء وهنحمي الحمام سوا مع بعض زي ما عودناكم، كل حاجه خطوه خطوه مع بعض. وحشتونا والله العظيم، وحشتنا الفيديوهات بتاعتنا عشان ايه؟ اخواتنا وحبيبنا في كل مكان. يلا بينا، يلا بينا. قبل ما تعمل اي حاجه لازم الميه اللي قدام الحمام تشيلها، تمام؟ فهنشيلها الاول ونلف السقايه، نشيلها ونلف السقايه مع بعض، تمام؟ نسمي ده عشان لما نيجي نحميهم يبقى ايه، مشغلين ايه على الطبيعه كده مع بعض. المية مفيش حاجة في المية عشان نحاول نرفرف ولا حاجة، مفيش حاجة في المية. محمد يا محمد، يلا يا محمود روق، اغسل السقات اللي عندك وحتى جوه اهو. ماشي، بقول لك هيجي يركب المضارب كمان شويه. انت مش على الحمام بقى استنى ها الفوق. لا تمام، ما يعملوك برضه فيديوهات عن نشف الحمام برضه. احنا اتفرجنا على الطبليه الجديده اللي احنا عملناها، اغسل لي السقات وحتى جوه اهو. ماشي، شوف انت عرقان كده، انت مش شاكر. يلا خلينا عايز احمي الحمد لله المرة. حمد لله. الجو حر يوم وحلاوته بقى الحر دلوقتي، حميه. مش المشي ده بره؟ تمام. لا مش تستاهل. لا تستاهل. اسمع الكلمة. مش المقش ده يروح على اول حته مع الخضار. اخويا بيروح، ده عمال يشفط في وضعنا. يلا يا محمد، يلا يلا. اهم حاجه الميه تكون مفضيه من قدام الحمام، اهم حاجه تكون مفضي الميه عشان ما تيجي نرفع الحمام الحمام بيرفرف بجناحه فيوقع حاجه في الميه. فضي الميه خالص. يا محمود، السمسم اللي عندك حاطه كده. الكيس اللي في السمسم. جاب يجيب جامين برضه السمسم تحطه للحمام للنسيان الحلو للريش بتاعه. عندك جوه في الأوضة. البس عشان ما تستعملش. دي السمسم اهو بنحطه بقى للنسيان في قلب البيضات، في قلب اللي فات. جميل، سمسم ابيض نضيف اهو، حلو بيلمع الريش. حلو.
دي وجبة أساسية للحمام الواحد فاهمني؟ يعني حط الحمام وجبة برضه هي للحمام كويسة يعني، بس يكون لوحده ما يكونش معاه الأكل، يكون لوحده. نوم منه جميل. يلا يا جدعان محمود احنا بقى بنغسل الوقت وهنحميهم، نقوم حاطين لهم خل تفاح في الميه، خل تفاح في الميه. عدل المساحة عدل المساحة مام. الجو حر، الجو بدأ يحرر محمد. هات لي جردل اللي فيه الدواء عشان احمي الحمام عندك بر. الجردل عندك بر. الجدر الكبير يا ابني. ماشي.
يلا اغسل الساقه هات يلا. كده فضينا الساعات كلها يعني كده فضينا الساعات كلها. يلا يا عم انت هو بقى عشان فاض كده غسلنا الساعات كلها تمام. هنيجي بقى نجيب البخاخة واحنا حاطين هنا في المسحوق هنا في الجردة هناخد منه نملى البخاخة بتاعتنا. بقى. يلا يا محمود مع اخوه بقى تحته زغليل فاهمني مش تحته بقى تحته بيض بخ على كله بقى بخ على على كله. اغسلهم وما تملاهمش. لا انا تملاهم. اه يلا اغسلهم وملاهم ماشي. بص بقى الصوص بقى بقى سم الله اهو وبعدين اصلا عايز اعمل ايه ثلاث ريشات كده اهو متوسخين ضمت تمام زي عدم زي اه زي عدم. انا مرضتش اعملهم كان الجو وحش كان الجو عمال يهو ويعمل مرضتش قلت اه الجو عمال ايه ممكن حامي يتعب مننا قلت اما الجو يحرر بقى الجو حرر. Thank you.
احنا بتطلع اليوم اللي انت قاعد فيه. تمام. بتروح عكسك. نظف كله. خلص وهم عاملين ايه؟ بس كده الساق برضو مروقين وبخين في قلبه وبتاع. الريش ده اللي بشيله ده عشان الفرد غير ريش، الفرد غير دم على فوق. يا ابني انت حرقت المايه دي من الحيط. حد المايه شويه يا ابني. يا عم انا كنت ماشي على الجنه. ليه يا راجل ده ما بقتش مستعد؟ رص يلا على طول، رص في البناء، رص في البناء على طول، رص في البناء. قومي ايوه يلا يلا. ليه يا اسطى مفتوح عليك؟ لا ما فيش. عندي دفتريه. ماني فتوح، فت عليه. رحمة. شوف بقى السوس. وادي حرام. بابا. يا يعني من فوق. يلا الفرد لو فرد جناحه معكوك ولا حاجة تقوم مقصقص الريش، تقوم مقصقص الريش بتاعه. يعني الفرد لو ريشه معكوك تقوم مقصقص الريش. لا يلا حط لها يلا ميه. استنى بس حط لي فيها خل تفاح يا محمد. شيل يا محمد، حط لهم خل تفاح. شيل بسرعه. دي بيتباع برضه لو حد من المتابعين عايزه بيتباع.
تمام كده زي ما احنا وريناكم شغالين ازاي. ماشي، لا خليها متضيقه، خليها من ده كده. اي حد محتاج مننا اي حاجه سيبك من دلوقتي. اه عشان دم دم تبخوه. اه كلهم بخاتهم والحذاء والوزار. لا ما بخافش ضمك ولا متضيق. تمام كده حلقه النهارده خلصت. لو حد محتاج مننا اي حاجه او اي يكتب لنا في الثلاثه احنا نرد عليه. هنعمل له حلقه كامله باذن الله عن السؤال اللي هو عايزه. تمام تمام. يبقى كده الحلقه خلصت النهارده. لو حد محتاج مننا اي حاجه او اي سؤال يكتب لنا في الثلاثه احنا نرد عليه. ما تنساش اللايك الجميل بتاعك ولا الاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.